صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. السلام عليكم. اسمعنا انا ما انتلهيت انتلهيت خوكم المده اللي فاتت الكل بالاحداث في غزه خويا، والصهاينه الغادي والقصف، الواحد قلبه دم خويا على اخوتنا الغاديكه والقاد العرب، لا حياء لمن تنادي. خلي انا خويا مخلي تونس اهل البلا في البلا متهني. قلت خويا الجو راك لهنا وخويا وين نحن وين هما، وموجه الساتلايت نتاعي الغادي على فلسطين غاديك مسايب الامور. اخر بارح درا كيفاش هكا نطلف هكا في الفيسبوك هكا نتصفح في امان الله، وصرفقني بيان نتاع ألف الحمد خويا جاي قدامي مهبطته عند قداش من نهار دماغني الحاسيل كردغني اللي انت هوجتي. المراه مهبطه القام هبطه بيان قالت لك عنها عندها حلول القضيه الفلسطينيه. اي قلت اي شنو المشكل؟ بالك لا لربما بالك ألف الحمدي تصدف معه لربما يوجد في اللي خادمين مع الامريكان ما لا يوجد في الخادمين مع العربان. راه شبيك يصير حاسيلو؟ جيت نقرا خوكم في المقترحات والله اسمع كان يشوفهم نتنياهو ولا ما ممكن المستشارين اللي عنده كل تردهم باهي نقول لهم باهي في بالي انا باش نلقى حلول للقضيه الفلسطينيه خي نلقى حلول للاستيطان الصهيوني. اسمع سيدي هاي سيدي بن سيدي قالت لك سيدي اولا نحلوا باب اللجوء السياسي للفلسطينيين في تونس ويهاجروا الفلسطينيين من بلادهم لتونس وتتعهد تونس باستقبال مليون لاجئ فلسطيني. هذا من باب الواتر. ثانيا تعديل قانون التبني والكفاله والتوانسه يستبنوا الاطفال الفلسطينيين هكاك يهزوهم امهم وبوهم ويجي يقولوا لا ولدي انا وتعابر رئيس الحزب اللي هي ألفة الحمدي تحكي لروحها لأنها قالت أنا مستعدة باش تتبنى طفلة فلسطينية يتيمة. هذا من باب الواتي ديما نحكي من باب الواتر. ثالثا فتح مخيم للاجئين الفلسطينيين في تونس ودمجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي. قالت لك سام نصبوا لهم خيم هكاك الخيم هذوك ماي كذا اي لا ما ونسكنوا فيهم الفلسطينيين هكاك فوالا اي هكاك يعيشوا بكل سلام واحترام. شوف يعني اكل مقترحات العزيزه الغاليه والله شوف اكل مقترحات العزيزه انسيكو غاليه. شوف المخ شي نجم ينتج راه ساعات راه ولا ساعات المخ يدور على مولاه. قالت لك اخويا اسمع نجيبوا الفلسطينيين لتونس ويخلوا فلسطين يرتعوا فيها الصهاينه غاديك. شوف الذكاء اخويا افي خاي ادري ما جاتش المخ الهدره دي. الحرب قائمة في غزة على خاطر الفلسطينيين ما يحبوش يسيبوا بلادهم ومتشبثين في بلادهم وما يحبوش يخرجوا من غزة حتى كان يموتوا. هي قالت لك تعرف كيفاش؟ نخرجوا الفلسطينيين من غزة ونبني لهم خيم ونجيبوهم لتونس. يا ألفا قالوا له كيفاش يا ألفا كيفاش نحن نحبوا في فلسطين ترجع لشعبها وانت تقول لي نخرجوا فلسطين من غزة؟ اسكتوا خاطر ما تفهموش انتم. هذاك الكومباس كومباس كيفاش؟ قالوا لها فسر لنا يا تراسة يا نابغة نتاع جيو سياس. قالت لهم شوف الخطة مدروسة راهم حضرتها أنا بالورقة وستيلو والله هكا تحكي إيه باش نحكي لكم شنو في الخطة. قلت لكم شوف الاتحاد الأوروبي مش مساند هو إسرائيل؟ هي قالوا لها هي قالت لهم نحن كي نجيبوا الفلسطينيين لتونس باش يصير ضغط على الاتحاد الأوروبي وهكا نضغطوا على الاتحاد الأوروبي بالفلسطينيين باش هو يضغط على إسرائيل باش توقف إطلاق النار. ريتمو الكومباس أقسم بالله هكا حد مخها والله هكا تحكي. يا بنتي قالوا لها كيفاش كي نجيبوا الفلسطينيين لتونس الاتحاد الاوروبي باش يمشي يضغط على اسرائيل يضغط خاطر اي قالوا لها كيفاش؟ قلت لكم يضغط قالوا لها لازم كيفاش؟ تضغط هكاك تضغط هذه مكتوبه عندي في الورقه انها ستضغط الورقه وما ادوالي مكتوبه فيها هكاك شيء. يا مدام قالوا لها هو الاتحاد الاوروبي اللي يدعم في اسرائيل يحب جماعه غزه يخرجوا من غزه باش اسرائيل تفك. يعني انت كي تجيبهم لتونس ياك حليت لهم المشكله جماعه اسرائيل غاديك وتفرق غزه ومشات القضيه. فاش قام الاتحاد الاوروبي باش يضغط على اسرائيل يضغط قلت لهم لا قلت لك يضغط يا بنتي كيفاش يضغط ماشي قلت لهم يضغط هذيك قلت لهم كيفاش يضغط هذيك عند ربي اي يا اخي باش ندخلوا في حكم الغيب نكفروا ها نكفروا قلت لهم وحتى دينين راه قلت لهم الهجره واجبه على الفلسطينيين كيفاش قالوا لك يسيبوا بلادهم قلت لهم جماعه غزه دينيا نحكي لهنا يلزمهم يهاجروا كيفاش قالوا قلت لهم ربي قال انه اي انسان مستضعف في اي مكان لازم دينيا يهاجر منه اي واحد مستضعف قلت لهم في اي مكان على الارض بالدين راه نحكي بالدين قلت لهم راه يلزمو يهاجر ما كانش يدخل جهنم راه هاك الرسول قلت لهم الرسول مشاجر وزاد اش فاتها قالوا له خير ما المقاومه حرام اللي مستهد قلت لهم يهز روحه ويهاجر قلت لهم الدينين نحكي معكم بالدين راه قالوا له باش تولي تفتي
نفتي قلت له انا خادم دي ميجا بروجي مع الامريكان ونفهم في كل شيء اخو نفتي حسي الوصف ريقي شيح والله حسي شو نقول لكم يا جماعه المقترحات المقترحات قدامكم اخويا وانتم اخويا احكموا وحدكم انا الشان التونسي ما عادش نقدوا برشلونه خلوني اخويا مقبل للشرق الاوسط الغاديكا موجه الساتلايت وتفاهموا انتم مع السياسيين اللي عندنا وفضوا اخويا التوانسه في بعضكم انا اسمح وانا هاني صابر وبر سابريار.